طيب احنا اتمرنا باي وتراي سريع النهارده للاسف، ومحمد جاي متاخر في التمرين فما لحقناش من الاول. لكن هو تمرين سريع. انا كل يوم باجي بدري. والله العظيم حرام. والله اللي هو بيقوله ده حرام. كل يوم باجي بدري. ليه بقى يا كابتن مودي؟ وفي الاخر هو محمد مودي هو اللي بيحدد. اه بصور. برضه جم عليا في الاخر. كله يا صاحبي، كله يا صاحبي الناس. اقسم بالله ما جيت عليك ابدا. انت صاحبي. لا لا. قصدي على محمد المصور. بص يا باشا، عشان احنا مسافرين. بس مش للاسف مش للساحل، لا مسافرين وخلاص. المهم يعني خدنا باي تراي. بس المره دي غيرنا التكنيك بتاعه. محمد بقاله فتره بيشتغل على التراي اكتر، بيبدا به التمرين. بس النهارده قلت له بقى عشان على السريع ومش عارفين وقتنا، تمرين باي تمرين تراي، تمرين باي تمرين تراي. تمرين كويس لانه هو بيجيب الوت اوف بامب. اهم حاجه بقى ان الناس تجتهد في كل لما تاخد التمرين، لان بيبقى في فرق بين العضله تمرين للتراي وتمرين الباي، فبيبقى في شويه وقت. المهم لما ترجع تتمرن جامد كده عشان تهيت المسلز بتاعتك. خليكم متابعين تحسين، محدش يتفرج عليه. اسد اسد بس الرعاه دي طالعه من قلبه. ان شاء الله ربنا يفكها عليه، يفك الكيس علينا شويه. يعني نداء العم طلع. انت ده محمد ما سجلش اللي انا قلته. المهم يعني بقول لك، حتى ايام اللي احنا الايام اللي بيبقى فيها سفر او كده، انت عندك مش ضامن ظروفك في السفر، حاول تتمرن اليوم حتى لو هتعمل فيه، حتى لو قليل، حتى لو مش تقدر تظبط قوي. لان انا تعلمته من ديكسا محمد وانا كنت بسافر معاه. كنا بنبقى على السفر مثلا 14 او 16 ساعه، ننزل من الطياره ونروح نتمرن. المهم ما فوتش يوم اقدر اتمرن فيه، خصوصا لو يوم مرهق. جيت بامب تو فيل جود احسن حاجه. تو ريكفر يور مايند، ده المايند سيت بتاعتك. فمهم جدا تتمرن. ده كلام ما تسمعهوش قوي يعني. بضحك عليك. بسم الله يا الله يا كريم.